صباح الخير، صباح القيامة، المسيح قام، أمين. شو حلو نحن وبهيدا الزمن نتذكر كل يوم إنه المسيح مات وقام كرمالنا ونعيش هيدا القيامة. ولهالمناسبة منقول كلمة شعر: قالوا الدنيا عتمت ونامت شمسك المضوية، وخشبة من طرف صليبك بتركع قلوب البشرية، يا الجاي من خلف غيوم البيضة تتحرر هالإنسانية، إكليل الشوك اللي حبسك يكتب عنوان للحرية ويدوس ع كل التيجان من بعدك صفت منسية. يسوع وما لحقت اسمك قول تالسما كتبت غنية، يسوع وما لحقت اسمك قول تالسما كتبت غنية، ما بتلبق إلا إلك القيامة وكنيسة القيامة تقلك يسوع حيفية. خلينا نبدأ اجتماعنا، نشيد يعلو بالهتاف ونحن واقفين محضر الرب. يسوع حي فيا، يسوع حي فيا، وذا ضمان نصرتي.
الكتاب المقدس، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الله اختصر محبته لألنا بيسوع المسيح على عود الصليب اللي مات بس رجع قام لأنه بطل. حكاية بطولي يسوع انتصر، الله المحبة بيسوع اختصر. رح نرنم هالترنيمة نحن وعم نقدم عطيانا وعشورنا للرب. Yep.
بالحقيقة منشكرك على كل شيء عم تعطينا إياه، منشكرك على عطية العطايا يسوع المسيح. شو ما تخيلنا، شو ما كتبنا ترانيم، شو ما وعظنا وعظ وعلمنا تعاليم، الكل عاجز أمامك يا رب، الكل قاصر قدام تضحيتك اللي لقلنا بالمسيح يسوع ربنا وفدينا مخلصنا وإلهنا. بيبقى حضورك أجمل حضور، برفع اسمك وبعليك وشوقي انه سبح اسمك من هلا لحتى تجي تاخذنا معك. امين. قلوبنا لك تنحني
فليبارك كل بشر اسمه القدوس من الآن وإلى الآن. ملك كل الدهور وسلطانك في كل دور فدور دور فدور. ملكك ملك كل الدهور وسلطانك في كل دور فدور دور فدور. أنت صالح للكل. نعم يا رب أنت صالح. أنت صالح للكل. أنت صالح للكل. ومراحمك على كل أعمالك يحمدك يا رب كل أعمالك ويباركك أبقياؤك. هللويا مجدا للرب. بعتوا زقفة لإلهنا الحاضر بالوسط. تفضلوا قعدوا تفضلوا استريحوا. أهلا وسهلا فيكم. المسيح قام المسيح قام المسيح قام. وكل أسبوع نجتمع ونقول المسيح قام. هللويا. موضوع اليوم هو القيامة والإيمان الجريء. القيامة والإيمان الجريء. وموضوعي مأخوذ من إنجيل يوحنا الفصل 20، ورح ندرس هذا الفصل كله مع بعض اليوم ورح نتعمق فيه. وأنتوا ببيوتكم جيبوا كتابكم المقدس، افتحوه، خدوا ورقة وقلم، في ورقة بين إيديكم اليوم، ولحتى نتعمق بهذا النص مع بعض، لأنه في غنى وجواهر يلي ربما ما بحياتنا سمعنا فيهم أو اكتشفناهم بقراءتنا الفردية لكلمة الرب. إنجيل يوحنا إنجيل غني جدا. الطفل يجد طريقه على شاطئ محيط إنجيل يوحنا، وأضخم السفن تبحر فيه، وأكثر من هيك أكبر الغواصات لا تصل إلى عمقه. إنجيل يوحنا سفر يلي بيقري الطفل، إذا قري الطفل يستمتع به يتعلم منه، وإذا قري الفيلسوف واللاهوت الكبير يجد نفسه طفل أمام هذا السفر المقدس. فافتحوا معي إنجيل يوحنا الفصل 20، وأرجو الورقة تكون بين إيديكم، وإذا ما عندك ورقة ارفع إيدك، حدا من الفريق بيعطيك ورقة ومنعطيكم أقلام لحتى تتابعوا معنا، لحتى هالمعلومات اللي عم ناخدها نعيشها وتبقى معنا ونشاركها مع الناس من حولنا. القيامة والإيمان الجريء. القيامة والإيمان الجريء. في أشخاص هون بدون وراء كمان. يوحنا الفصل 20 والعدد الأول. وفي أول الأسبوع
وأول الأسبوع إشارة إلى يوم الأحد، وبتعرفوا من تلك الحين فصاعداً خصصت الكنيسة يوم الأحد للعبادة الجماعية، ومن خلال هذا النهار منتذكر قيامة الرب يسوع المسيح من بين الأموات. جاءت مريم المجدلية وهي المرأة يلي أخرج منها يسوع سبعة أرواح شريرة إلى القبر باكراً والظلام باقٍ، يعني تركت البيت والظلام باقٍ ووصلت إلى القبر عند شق الفجر. مريم لم تكن لوحدها، نعرف من الأناجيل الأخرى أنه كان في معها نسوة جينا معها أتينها معها إلى القبر، فنظرت الحجر مرفوعاً عن القبر. والملفت للانتباه أنه كنا منتوقع أنه أول من يشاهد قيامة الرب يسوع المسيح هو أحد التلاميذ، واحد بطرس مثلاً أو يوحنا أو يعقوب، لكن إلهنا طريقته غير طريقة البشر، واختار مريم هذه الإمرأة يلي بحسب الشريعة لا صوت لها وهي خاطئة وليس لها تاريخ مشرف، ولكنها أحبت السيد، ولأنه أحبت السيد أعلن ذاته لإلها. فيلي بيعتبره العالم الصوت الذي ليس له صوت، ما له أي قيمة، الله يختاره ليعلن مشيئته ويعلن عمله في هذا التاريخ. فيستخدم الله كل واحد منا كشاهد أساسي لأعماله العظيمة. فأنت أيا كنت بحبك للسيد، بحبك للرب، تدخل التاريخ، تصنع التاريخ، والله يكشف ذاته لك وتشهد لأعمال الله العظيمة. فهي حالك، لأنه من اليوم فصاعدا أنت شاهد للقيامة، شاهد لقيامة الرب يسوع المسيح. العدد الثاني، فرقدت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه يلي هو يوحنا الحبيب تلميذ الرب، وقالت لهما: أخذوا سيدي من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه. ولسنا نعلم، لاحظوا كلمة نعلم بالجمع، وهون منا صيغة من صيغ البلاغة، إنما المقصود فيها أنه هي كانت مع النسوة، مع مجموعة من النساء، لكن هنا التشديد على مريم المجدلية لأنها هي أول من عاين قيامة الرب يسوع المسيح. العدد الثالث، فخرج بطرس والتلميذ الآخر أي يوحنا وأتيا إلى القبر، وكان الاثنان يرقدان معا. وهون ما كانوا عم يتنافسوا مثل ما البعض بيقول، لا، كانوا يرقدان معا. وأكيد بطرس هو عم يركض كان عم بيقول بنفسه: إذا أنا أنكرته وهو حي بدي أكرمه، هو ميت، مين بيسرق جسد يسوع؟ وأكيد هو راكد ما كان أخذ معه سيف مثل هيديك المرة لما راح، لما كان يسوع بعده حي، لأنه كان بيعرف وصار يعرف إنه إلهنا ما بهمه السيوف ولا يريد السيوف، وكان عم يركض بطرس من كل قلبه حتى يوصل، حتى يشوف مين سرق جسد يسوع، شو صار، شو صار. وكان الاثنان يرقدان معا، فسبق التلميذ الآخر أي يوحنا بطرس وجاء أولا إلى القبر. يوحنا أصغر من بطرس في العمر، يعني أسرع، بيجري أسرع، أو لأنه كان يوحنا يعرف الطرقات الفرعية المختصرة فوصل قبل منه، أو أسرع منه بدافع الحب المتأجج في قلبه. وكم من مرة الحب اللي فينا بيسرع قدمينا، مش هيك؟ وبنركض أسرع من غيرنا بدافع الحب الموجود في قلوبنا. فمش ضروري نرمز هذا النص أكثر من ذلك. فماذا عنك؟ هل يقفز قلبك عندما تسمع صوت يسوع؟ وعندما تسمع عن يسوع، عندما تسمع اسم يسوع، هل قلبك يخفق في مكانه؟ وانحنى فنظر الأكفان، العدد الخامس، موضوعة، لكنه لم يدخل. القبر مثل مغارة سقفه منخفض، فبقول فانحنى ونظر لأن الحجر قد دحرج عن القبر. فرأى الأكفان، الأكفان كانت ثمينة، وعلامة مهمة إنه ما حدا سرق الجثة، لأنه اللي بيسرق الجثة بياخد معها
الأكفان، فطلع شاف الأكفان، ولكنه لم يدخل، لم يدخل احتراما لبطرس، لم يدخل لأنه بطرس أكبر منه بالسن. ونحن أولاد هذا الشارع بنعرف تماما لما تكون فايت من الباب مثل ما اليوم كنت فايت من الباب، على طول بنقول تفضل، لا ما بيصير، أنت قدامي، أنت أكبر بالعمر، أنت أكبر بالسن. فاحتراما لبعضنا البعض، يوحنا وقف انتظر بطرس، يلي واضح أنه كان هيدا بيدل على كرامة، كرامة بطرس في الكنيسة الأولى. ثم جاء بالعدد السادس سمعان بطرس يتبعه، ودخل القبر ونظر الأكفان موضوعة، موضوعة مرتبة. وهيدي إشارة مهمة أنه الجسد لم يسرق، لأنه اللي بيسرق الجسد بيأخذ الأكفان، أو إذا بيفكه بسرعة ليأخذ الجسد بيترك الأمور مثل ما هي بكبة بالأرض، لكن ما بتكون موضوعة مرتبة. هون في تنظيم وترتيب. يلي عم يحدث هنا هو جزء من الخطة الإلهية وليس أمام فوضى بشرية. هون في شيء الله عم يعمله، في ترتيب إلهي، في تدخل إلهي، فلازم تنتبهوا لما سيأتي. والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان، بل ملفوفا في موضع وحده، ملفوف بشكل مرتب، علامة أنه يسوع قام وخلع منديل الموت، هو قام ولن يحتاج إليه إلى الأبد. ويلي بيعرف الرواية وبيقرأ إنجيل يوحنا كله بيعرف لعازر كان يحتاج لما قام، لما أقام يسوع، لمن يفك الأكفان عنه ويطلقه. أما يسوع هو الذي يحرر من القبر، يحرر نفسه من القبر ومن الموت، ومن الموت. فحينئذ دخل أيضا العدد الثامن التلميذ الآخر الذي جاء أولا إلى القبر ورأى فآمن. ورأى فآمن، رأى ماذا؟ رأى ماذا؟ رأى القبر الفارغ، رأى الأكفان موضوعة، رأى المنديل ملفوف، رأى ما رأى الفآمن. ولاحظوا معي، معظم تلاميذ المسيح آمنوا لما عاينوا يسوع مقام، مش لما شافوا القبر الفارغ. بعد مرة التلاميذ كلهم عاينوا يسوع المقام فآمنوا، أغلبيتهم، مش لما شافوا القبر الفارغ. أما يوحنا الوحيد لما شاف القبر الفارغ فهم أنه يسوع قام بعد ما شافه، لكن آمن. وهذا شيء مهم جدا، حتى يقلنا القبر الفارغ أخوتي علامة تاريخية مهمة أنه يسوع قام من بين الأموات. القبر الفارغ علامة مهمة أنه هناك استمرارية بين يسوع المصلوب والرب المقام، علامة تاريخية مهمة أنه يسوع قام في الجسد. انتبهوا، يسوع ما قال لتلاميذه أنا لما موت رح أرجع أقوم بالروح. مات يسوع، راحوا على القبر، شافوا الجثة هونيك، وصار يقولوا يسوع قام بالروح، قام بالروح. لا، يسوع قال لهم أنا بدي أقوم بالجسد. والقبر الفارغ علامة أنه شهادة التلاميذ شهادة صادقة، صادقة. والبدو يكذبنا يروح يلاقي الجسد، ما في جسد، القبر فارغ، القبر فارغ. القبر الفارغ علامة مهمة، يعني أنه الله بهمه أجسادنا وقام بالجسد، قام ببشريتنا، يعني كلنا رح نقوم معه، نحن المؤمنين به، نحن المؤمنون به نقوم معه، ومثل ما قام يسوع سنقوم نحن للحياة بأجساد ممجدة. العدد التاسع، لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات. واضح هنا أنه يوحنا آمن، لكن بطرس منشوفه أنه كأنه يحتاج إلى الكتب ليفهم رمز القبر الفارغ. صحيح المزمور 16:10 يقول لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادا. تلميذا عمواس كانا يحتاجان إلى يسوع ليفهما الكتب. وبعد مجيء يسوع المسيح انكشف قدامنا العهد القديم، وصرنا نفهم أنه يحمل معاني أعمق. حتى الكتاب يلي كتبوا بالروح القدس لشعب أنذاك ما كانوا عارفين أنه هيدي التعابير يلي نالوها من الروح لها مدلولات أعمق، انكشفت
لما تجسد الرب يسوع المسيح وعايش بيناتنا ومات وقام من بين الأموات. فلاحظوا ما فهموا الكتب إلا لما قام يسوع. فالقيام بالأول هي العلامة اللي ساعدتنا نفهم الكتب. العدد العاشر، فمضى التلميذان أيضا إلى موضعهما، يعني إلى بيتهما. يعني يوحنا بطرس راح على بيته، ويوحنا لوين راح؟ على بيته. وإذا بتطلعوا بالفصل 19 مباشرة قبل هالفصل نرى يسوع على الصليب، يسوع على الصليب وأم يسوع هناك، ويوحنا بقرب أم يسوع. يسوع يقول ليوحنا: هوذا أمك، هوذا أمك. بقول الكتاب من تلك الساعة أخذها التلميذ إلى بيته. يعني يوحنا لما آمن وعين القيامة لوين رجع؟ على بيته. ومين استقبله هناك؟ كانت مريم أم يسوع. وفوتوا معي هلأ بالمشهد، تأملوا المشهد. وصل على هالبيت المتواضع وهونيك كانت مريم. شو قال لمريم؟ شو قال لمريم؟ نكي حي، يسوع قام. وهي يلي كانت تحفظ كل شيء بقلبها فهمت أن يسوع قام. فمضى التلميذان أيضا إلى موضعهما، وأما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي. مريم رجعت، مريم المجدلية رجعت إلى القبر، وكانت واقفة خارجا تبكي. وقفة عم تبكي لأنه يسوع ليس هناك، وقفة عم تبكي لأنه سرقوا الجسد، وقفة عم تبكي لأنه ضايعة بلا أمل ولا رجاء. هناك تبكي، خارجا تبكي. وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر. البكاء أخوتي يحني الظهر، ما هيك؟ بيحني الظهر. لكن البكاء أيضا بيساعدك تكتشف الحقيقة وتفهم الحقيقة اللي مش قادر تفهمها. فنظرت ملكين بثياب بيض جالسين واحدا عند الرأس والآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا. ملكان بثياب بيض، يعني لدينا زوار من السماء جايين، زوار يزورونا، جايين يقولولنا شيء، ولابسين بثياب بيض دلالة على التجلي والمجد. ملكان يعني الله يعمل في هذا المكان، يعني الله حاضر في هذا المكان. القبر فارغ ليس لأنه اللصوص هجموا على المكان، لكن لأن الله أقام الجثمان، لأن الله اجتاح الموت وانتصر وأقام يسوع من بين الأموات. فقال لها: يا امرأة لماذا تبكين؟ العدد 13، قالت لهما: إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم. عم بتقول للملائكة أين وضعوه؟ الملائكة أكيد بيعرفوا ليه عم تبكي، ما هيك؟ لكن ليه عم بيقولوا لماذا تبكين؟ عم بيقولوا لها لماذا تبكين، يعني بعد ما فهمتي لماذا تبكين؟ ما القبر فاضي، لماذا تبكين؟ ما شفت المنديل، لماذا تبكين؟ مش شايف الأكفان، لماذا تبكين؟ هلا انت ما بعد القيامة لماذا تبكين؟ لازم تكوني ممتلئة من الرجاء، لازم تفهمي شو صار. ما يسوع تنبأ عن موته وقيامته، لماذا تبكين؟ ولما قالت هذا مبسوطين، ما أجمل كلمة الرب. قال فلما قالت هذا التفتت إلى وراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع. التفتت إلى وراء. طيب ليش التفتت إلى وراء؟ هل حست؟ هل سمعت دعسة؟ هل الملائكة اللي قدامها لما حضر يسوع خلفها عملوا شي علامة، حركة سجود معينة لحتى خليها تلتفت إلى الوراء وتشوف مين هيدا اللي واقف وراها؟ التفتت إلى وراء. فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع. مش بس هي، تلميذا عمواس أيضا بقول الكتاب أن أمسكت أعينهما عن معرفته. أيضا إنجيل مرقس التلاميذ يسوع ظهر بهيئة أخرى. البعض بيقول ربما حزن مريم، دموعها منعوها انه تعرف يسوع. لا، ولا مره دموعنا بتمنعنا انه نعرف ونعرف ونكتشف ونشوف الحبيب ابدا. لكن امسكت عنها، مش قادره تشوف لانه يسوع هذا مقام
بجسد ممجد بهيئة جديدة. نعم نقدر نشوف علامات المسامير، نقدر نجثه، لكن هو يلي بيدخل والأبواب مغلقة، هو يلي منشوفه يخرج من وسط الأكفان وتبقى كما هي. ومثل ما قام يسوع بهالجسد الممجد، نحن سنقوم أيضا معه. العدد 15 بقول: قال لها يسوع: يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني، فقالت له: يا سيد، إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعت الجثة، جثة يسوع، وأنا أخذه. من تطلبين؟ من تطلبين؟ تطلبين جسد جامد هامد، جثة، أي نوع مسيح؟ مفكرة أنا، من تطلبين؟ شو توقعاتك؟ كيف بتفهم المسيح ينتهي في القبر؟ هيدا رب الخليقة، هيدا ملك الملوك ورب الأرباب، من تطلبين؟ هل عم تفتشي على جثة هامدة بدل ما تفتشي على شخص المبارك؟ من تطلبين؟ وين عينيك توقعاتك؟ ليش هالقد بس مفكرة فيي يا مريم؟ أنا أكثر من هيك، أنا رب الحياة، أنا مؤلف الحياة. من تطلبين؟ قال لها يسوع: يا مريم. قال لها يسوع: يا مريم، يا مريم، يا مريم. فالتفتت تلك، وهيدي الالتفاتة الثانية، هيدي التفاتة القلب، هيدي التفاتة الإيمان، هيدي التفاتة التوبة، هيدي الالتفاتة من الجهل، هيدي الالتفاتة الرجوع، هيدي التفاتة الفهم. كم من مرة بيكون عنا نظر ولا نبصر، وبيكون عنا البصر وما عنا البصيرة، ننظر ولا نرى. فالتفتت التفاتة حقيقية وقالت له: ربوني. يعني يا معلم، كان هالمصطلح غالبا ما كان يستخدم في الصلاة لله: ربوني. عرفته، الخرافة تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. عرفته يا مريم، يا مريم. اليوم يناديك، يناديك بوسط أحزانك، يناديك بوسط ألمك، يناديك من خلال معاناتك، يناديك، يناديك بالاسم، بيعرفك بالاسم، بحبك بالاسم، عنده مشيئة لحياتك، عنده خطة لحياتك. إياك تفكر أنت هنا صدفة، يناديك بالاسم. حتى لو أهلك ما كان بدهم إياك وجيت على هالدنيا بالغلط، هو عنده قصد من حياتك ويناديك، يناديك بوسط ألمك، يناديك بوسط التحديات اللي عم تمرق فيها، يناديك، يعرفك بالاسم، يقول لك: يا حكمة، حط اسمك، يا مريم. ولما وين صرنا؟ فقال لها يسوع: لا تلمسيني. وانتبهوا هنا، النهي عن فعل تقوم به، يعني لا كفي عن لمسي، يعني كفي عن التمسك بي، لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. يعني لا تتمسكي بمنعها، لأنه عندها رسالة هلأ، روحي خبري التلاميذ، ما تتمسكي فيه، ما تبقي هون، لا تتمسكي بي، لأنه العلاقة هي علاقة ما بعد القيامة، من نوع جديد، علاقة روحية، فيها علاقة حميمة روحية، مش مثل ما كنا بالماضي، علاقة من نوع جديد. لا تتمسكي بي، يعني تحديدا لأنه لست في حال الصعود الآن. ليش مكمشي فيي؟ طولي بالك، بعد مش طالع هلأ، بعدني باقي معكم، هلأ وقت الفرح، هلأ وقت إعلان إني قمت من بين الأموات. ما تتمسكي فيي، بعد ما طلعت، أنا بعدني هون، طولي بالك. إني أصعد، قال لها: قولي لإخوتي. وأول مرة بيستعمل يسوع كلمة إخوتي للتلاميذ، بسميهم أحباء، لكن هنا أول مرة بيقولون إخوتي بعد الموت والقيامة. إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. هون يسوع يتحد معنا، ولكن يبقى متميز عنا،
عم يكشف هويته وعم يكشف لنا هويتنا. عم بيقلنا لم أصعد بعد إلى أبي، إلى أبي، أبي بالطبيعة أبي، لأنه أنا الإبن حامل طبيعة الآب. لم أصعد بعد إلى أبي اللي أنا وياه بنفس الطبيعة، وأبيكم، أبيكم بالنعمة، أبيكم بالتبني، أبيكم باتحادكم فيا. ولم أصعد بعد إلى أبي وأبيكم وإلهي، إلهي لأنني تجسدت، إلهي لأني اتحدت معكم، دخلت ببشريتكم، إلهي لأنه أنا صرت هلأ حامل طبيعتكم البشرية إلى الأبد، إلهي وإلهكم، لأنكم أنتم بشر وهو اللاهوت، لأنه هو أعطاكم نسمة الحياة وهو يلي خلقكم، وأنا صرت الوسيط بينه وبينكم. الفجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا. ولما كانت عشية ذلك اليوم، وهو أول الأسبوع نهار الأحد، وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود. لما بتكون بخوف، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سلام لكم. لاحظوا حضور يسوع في الوسط هنا، كيف ولد عند التلاميذ رغبة إنه كل ما يجتمعوا، كانت الكنيسة الأولى كل ما يجتمعوا يبدأوا بعبارة مرانثا، يا ربنا ربنا تعال تعال، احضر في الوسط. فمثل ما حضرت بيوم القيامة لما اجتمعنا كتلاميذ، كل ما تجتمع الكنيسة بتقول مرانثا، يا ربنا احضر في الوسط تعال. ونحن كل ما نجتمع شو منقول له؟ يا رب تعال إلى الوسط، احضار في الوسط، توج هذا الاجتماع بحضورك بمجدك، أنت رب الأرباب، أنت سيد الأسياد، أنت الرب المقام الحاضر في هذا المكان. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. فرح التلاميذ، فرجاهم جنبه ويديه. كتير مهم تعرفوا أنه يسوع المصلوب هذا هو رب القيامة، هو السيد الرب الذي قام بين الأموات، مش حدا تاني، هو نفسه اللي حمل عنك خطاياه، قام منتصرا. الموت ما كانت علامة خسارة أو هزيمة، إنما الموت كانت مشيئة الله، لأنه كان في من بعدها قيامة ثبتت أن موت يسوع كان لأجلنا، من أجل غفران خطايانا، ليحمل عنا عقاب الخطايا. ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب، يعني كل ما نتلاقى بيسوع يتحول هذا اللقاء ينبوع فرح ينعش نفوسنا ويتدفق من خلالنا إلى الآخرين. ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. من هيك اجتماعاتنا دائما فيها فرح بترنيمنا بتسبيحنا. ليه هيدا الفرح؟ لأنه تلاقينا بيسوع. ما فيك تتلاقى بيسوع تبقى مثل ما أنت. لما تتلاقى بيسوع بيملأك من السلام، من الحب، من الفرح، من حضوره بحياتك. فقال لهم يسوع أيضا سلام لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. يعني إرساليتنا تولد منه، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. يعني أنا ما عندي إرسالية، نحن ما عندنا إرساليتنا الخاص، نحن ما عندنا خطتنا الخاصة، نحن ما عندنا مشروعنا الخاص، نحن منشترك بإرساليته هو، هو يلي يرسلنا إلى العالم، هو اللي عنده خطة، اللي عنده مشيئة، اللي عنده هدف لهذا الشرق. بقول بدي إياك وبدي إياك وبدي أستخدمكم لهذه الخطة، فنحن نستجيب لخطته، نتبع خطته، نفعل ما يريد هو لحياتنا. فهل بتعرف إرسالية الله؟ شو هي إرسالية الله؟ شو هي إرسالية يسوع المسيح في هذا العالم؟ إنه يكشف لنا الآب، يكشف لنا من هو الله، ويخلص الضال. وهيك نحن موجودين ككنيسة لحتى بهذا الشرق نعلن للملا عن الله الذي يحب، الذي أعطى ذاته لأجل الناس، ولحتى نخلص الضال ونقول له أنت مش رايح على الجحيم، أعطي حياتك ليسوع، لك الحياة الأبدية، أعطي حياتك ليسوع، لك رجاء، لك حياة أبدية. فقال لهم يسوع كما أرسلني الآب أرسلكم أنا.
لكن ما فينا نعمل هالشي لوحدنا صح؟ منحتاج لشو؟ للروح القدس. بالعدد 22 لما قال هذا نفخ وقال لهم قبلوا الروح القدس. فكما نفخ الله في آدم نسمة حياة، هكذا هنا يسوع ينفخ روحا مقدسا، حياة إلهية جديدة لكنيسته، لتلاميذه، حياة إلهية جديدة. ولقد استحق لنا يسوع الروح بموته وقيامته. ما حدا منا بيستحق الروح، لكن بموته وقيامته وهبنا الروح، الروح المقدس. ونرى أخوتي تحقيق لهذا المشهد، انتبهوا معي، تحقيق لهذا المشهد أمتين؟ لما حل الروح القدس على الكنيسة الأولى بأعمال الرسل الفصل 2، اقبلوا الروح القدس. طيب من هو هذا الذي يعطي الروح القدس؟ سألت حيلك شي مرة هيدا السؤال. يسوع عم بيقول أعطاهم الروح القدس، من هو هيدا صاحب السلطان المطلق أن يهب الروح القدس؟ سفر الرؤيا بيقلنا هيدا يلي له الأرواح السبعة، يلي له الروح القدس، هذا الإله الذي يعطي الروح. المن غفرتم خطاياه تغفر له، والأصح غفرت له، يعني من غفرتم خطاياه غفرت له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. يعني يسوع هنا عم بيقلنا، عم يحكي عن الإرسالية، كما أرسلنا الآب أرسلكم أنا. يعني أنا بدي أبعتكم إلى العالم لتنادوا بالإنجيل، ولما تنادوا بالإنجيل وتنادوا بالخلاص والغفران، الأشخاص اللي بيتوبوا بيجي لعند يسوع، شو بتقلن؟ هنيئا لك، غفرت خطاياك، الله غفر خطاياك. الأسبوع الماضي إجا رجل كبير بالعمر، إجا لعندي وكان عم بيصلي وعم يبكي بدموع، عم يقرع على صدره، عم يعترف بخطاياه، عم بيقول يا رب أنا محتاج لإلك، بدي توب، بدي أعطي حياتي لإلك. ولما شفت توبته ودموعه وصدقه قلت له يسوع غفر خطاياك، قلت له مكتوب إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر خطايانا ويطهرنا من كل ذنب، من كل خطية. قلت له يسوع مغفورة خطاياك. فنحن ما بنغفر الخطايا، لكن نحن بنكشف شو أعلنته السماء. وإذا أشخاص ما بدهم رسالة الإنجيل نقول لهم خطيتك باقية. إذا أنت رافض النور، النور قد جاء إلى العالم، هذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور، هيدي الدينونة. فنحن نعلن ما أعلنته السماء، من هيك حطيتها بالماضي مثل ما هي بأصل اليوناني. فنحن نعلن ما سبق وأعلنته السماء، فنكون ككنيسة، كجماعة، كقادة صوت المسيح في هذا العالم. وأما توما أحد الاثني عشر الذي يقال له التوأم، فلم يكن معهم حين جاء يسوع. لم يكن معهم حين جاء مين؟ يسوع. يعني بتغيب عن الاجتماع، شو بتخسر؟ أن ترى يسوع. فما تغيب عن الاجتماع تخسر وجه يسوع، حضور يسوع بوسط الجماعة. ما كان معهم ما شايف يسوع، لكن إلهنا دائما إله الفرصة الثانية، إله الفرصة الثانية. فقال له التلاميذ الآخرون قد رأينا الرب، قد رأينا، قد رأينا الرب، قد رأينا الرب، قد رأينا الرب. كيف برأيكم قالوا له قد رأينا الرب؟ كيف؟ كيف بتقول الأم إذا ما سمعت من ابنها 3-4 سنين وفكرت إنه خسرته بالحرب، وبعد 3-4 سنين بدق التليفون وبيطلع ابنها أو خيا أو أمها أو بيا، شو بتروح وبتقول للجيران؟ أو ابني تلفن لي، ابني اتصل فيي، قد رأينا الرب، قد رأينا الرب، قد رأينا الرب. يعني شافوا الرب، عندهم كل اليقين، كل الإيمان، قد رأينا الرب. شوفوا شك الإنسان. فقال لهم إن لم أبصر في يدي أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. شك الإنسان. أنا ما كنت لك، لو كلكم قلتوا شفتوه، إذا أنا ما بشوف ما بصدق. شك. والعدد 26 بعد ثمانية أيام كان تلاميذه أيضا داخلا
وهالمرة توما تعلم الدرس، مش هيك؟ ما بغيب. وتوما معهم. فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال سلام لكم. ثالث مرة بقول لهم سلام لكم. هيدا السلام يلي هو المصالحة بين الله والإنسان. نحن يلي كنا بعداوة مع الله، يسوع لما علق على الصليب وصرخ قد أكمل، دفع الدين، صار في إلنا سلاما لكم. نلنا السلام. ما في سلام من دون مصالحة. إذا أنت بعداء مع الله لن تختبر السلام الشامل الحقيقي. لكن لما تعطي حياتك ليسوع، لما تختبر موته وقيامته، تنال هذا السلام. ثم قال لتوما هاتي إصبعك إلى هنا وابصر يدي، وهاتي يدك وضعها في جنبي. يا ريت أنا محله لتوما، يمكن عم نقول ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. شو رأيكم لما يسوع قال له هيك؟ هل اقترب إلى جسد يسوع ومسه، ولا كان بيكفي أنه يشوف يسوع ويسمع لصوته؟ لحتى بالعدد 28 يقول له أجاب توما وقال له، وقال ليسوع ربي وإلهي. ربي وإلهي. موقف توما تحول من أقصى الشك إلى أقصى الإيمان، وقدم أعظم اعتراف مع نهاية إنجيل يوحنا. أنتوا بتعرفوا إنجيل يوحنا بينتهي بالفصل 20، والفصل 21 هو ملحق لهذا الإنجيل. فهنا اعتراف توما كان آخر اعتراف يلي بيكشف غاية الإنجيل كله، أن يسوع هو ربي وإلهي. ويلي بيعرف إنجيل يوحنا بيعرف أنه يبدأ إنجيل يوحنا بعبارة في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. وخاتمة المقدمة تنتهي الله لم يره أحد قط، الإله الفريد الذي هو في حضن الآب هو كشفه. ويلي قارئ الإنجيل إنجيل يوحنا بيعرف أنه اليهود إجوا يرجموا يسوع، اللي أنه قال أن الله أبوه معادلا نفسه بالله. وبيعرف أنه فيليبوس إجا لعند يسوع وقال له أرنا الآب وكفانا. قال له يسوع لزمان هذه مدته ولم تعرفني يا فيليبوس، من رآني رأى الآب، أنا والآب واحد. وهنا يختم هذا السفر بهالاعتراف الصريح ليسوع المسيح ربي وإلهي. الاعتراف أنه يسوع هو ابن الله، أي الإله الإبن يلي حامل طبيعة الله. فشو كان جواب يسوع؟ هل يسوع وبخه؟ تتذكروا بسفر الرؤيا لما يوحنا انطرح قدام الملاك ليسجد، شو قال له الملاك؟ قال له إياك، أنا عبد مثلك، اسجد لله. وهون لما قدم سجوده ليسوع المسيح، شو بقول له يسوع؟ قال له يسوع لأنك رأيتني يا توما آمن. طوبى للذين آمنوا ولم يروا. وهنا الإيمان الجريء، هذا موضوع اليوم، هنا الإيمان الجريء الذي يطوب. تعرفوا إيمان مين؟ إيمانك أنت وإيمانك أنت. أنت يلي أمنت وما شفت القبر الفارغ، أنت يلي أمنت وما شفت المنديل ملفوف، أنت يلي أمنت وما شفت الأكفان موضوعة، أنت يلي أمنت وما شفت يسوع المقام، لكن اختبرته بقلبك وبحياتك وبعمرك. أنت طباك لأنك مؤمن. هنيئاً لك، أنت لك الإيمان الجريء لأنك أمنت ولم ترى. الوآيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تستمروا بالإيمان. يعني تؤمنوا إذا منك مؤمن، وإذا مؤمن تستمر بالإيمان. ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة، حياة باسمه. يعني الإيمان بيسوع يقودك إلى الحياة. عم تنتبه معي؟ الإيمان يقودك إلى الحياة، مش الإيمان ونقطة على السطر. لما بتآمن بيسوع تنال الحياة والحياة الأبدية. في الختام إخوتي، يسوع قام ولم يسرق الجسد. يسوع قام لنتسابق إليه. يسوع قام، لا تبكي. يسوع قام ويدعوك بالاسم، ويدعوك بالاسم يا مريم. يسوع قام، التفت إليه. يسوع قام
اقبل عطية الروح. يسوع قام، ليس لدي وقت أهدره، لدي مهمة أنا وإخوتي، مهمة تغيير العالم وإحضار ملكوت الله على هذه الأرض. يسوع قام، طوبى هنيئاً للذين يؤمنون ولم يروا. يسوع قام لنجتمع أول الأسبوع معاً ونقول له مراناثا، تعال أيها الرب يسوع. يسوع قام، قلبي يفيض، يتدفق، ينفجر بالفرح والسلام. يسوع قام لنعترف به ونقول له ربي وإلهي. يسوع قام وقهر الموت، وأنا أبن كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. يسوع قام، نجتمع هنا ونلتقي في الأبدية. يسوع قام، يسوع قام، يسوع قام. هللويا. خلونا نوقف مع بعض، نكرس نفوسنا، وإذا أنتوا في بيوتكم معنا ليسوع المقام، ونقول له ربي وإلهي، أعطيك حياتي، أعطيك عمري، ارسلني إلى هذا العالم لحتى أشهد عنك وخبر عما صنعت لأجلي. أعطيك حياتي، ألتفت إليك اليوم بالتوبة، ألتفت إليك بالرجوع، ألتفت إليك، بترك تمردي وعدم إيماني وشكي وألتفت إليك. آتي إليك يا رب، القبر فارغ، المنديل موضوع هناك. يسوع قام، يسوع قام من بين الأموات. قل له يا إلهي الحبيب، يا نبع قوتي، صلي معي هذه الصلاة وخلي تكون صلاة قلبك اللي بتعكس تكريس قلبك الحقيقي. يا إلهي الحبيب، ارفع صوتك في محضر الرب، قل له يا نبع قوتي، يا قوة القيامة تعمل فيك في وقت غربتي. يا إلهي الحبيب، هاليلويا، يا نبع قوتي، يا صانع السلام، سلاما لكم في وقت غربتي. أنت هو ضمان الحياة، ضمان الحياة يسوع، ضمان الحياة الأبدية المسيح. أنت، أنت صخرتي، أنت هو الضمان وكل ما أريد. يسوع المسيح، أنت صخرتي. يلا قل له، كنت تائهاً أجول في الطريق، أبحث عن صديق، عن صديق يشفيني، يشفيني من الضيق. كنت تائها أجول في الطريق، أبحث عن صديق يشفيني من الضيق. أنت ولا سواك، أنت هو الصديق وملجأ الوحيد. لك وحدك أنحني، أسمع صوتك، أسمع صوتك، خلافي تسمع صوتي فتتبعني. من مثلك يا يسوع، يا يسوع، يا يسوع، أنت هو الصديق وملجأ الوحيد. لك وحدك وقت السجود والعبادة بمحضرك حتى نتجاوب مع كلامك أيها الرب. من لك مراناثا، احضر يا رب في الوسط، احضر بمجدك، احضر يا رب بقوة، احضر في بيوتنا، احضر في حياتنا الشخصية أيها الرب. تعال عنا يا رب لحتى نعاين شخصك المبارك المقام من بين الأموات. نعانقك بالروح، نختبرك بالروح، أنت الحاضر بالروح القدس في وسطنا. لك شكرا من أجل كلامك المقدس أيها الرب، من أجل رسالتك إلى قلوبنا يلي بتملأنا من الرجاء ومن الفرح ومن السلام، لأن القبر ما زال فارغا. هاليلويا.
شكرا يا رب لأنك وعدت ستأتي عن قريب لتفتدي أجسادنا وتعطينا أن نكون معك في كل وقت كل حين. صلي يا رب إذا في خطية بحياتنا، إذا في تمرد، إذا في ضعف، إذا في ابتعاد، إذا في شكوك، إذا في اضطراب، إذا في ألم، إذا في وجع، إذا في حزن، إذا في مرض، إذا في ضيقات يا رب، إذا في تحديات، إذا في أمور غير مقدسة، لك يا رب بدنا نجي لعندك. أنت يلي عندك قوة على قيامتنا، على شفائنا. نجي لعندك يا رب الحياة المنتصر على الموت. نحن وعم نحتفل بقيامتك بنقول لك قيمنا معك، أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. خلينا نعيش يا رب القيامة بحياتنا اليومية. بارك كنيستك، بارك رسالتنا، وصلها إلى كل مكان أيها الرب روح القدس. قود كلامك بالروح يا رب حتى يوصل إلى كل مكان. نتابع عبادتنا سجودنا أمام الإله الذي قام، نستطيع أن نرى جنبه مطعون أثر المسامير، لكنه قام. قام يا يسوع، حبك لي. إذا بتحتاج لصلاة، في أشخاص مخصصين ليصلي من أجلك، أرجوك ما تترك هالمكان وخطاياك معك، ضعفك معك، مشاكلك معك. تعا وترحم عند الصليب، تعا على القبر الفارغ وشوف يسوع المقام هناك. ارجع لورا إذا بتحتاج للصلاة، لأن احنا هنا حتى نصلي من أجلك. في خدام موجودين ورا لحتى يساعدونا ويصلوا معنا. يا يسوع، حبك لي هو أغلى ما في حياتي. يا يسوع، أمين أمين. حبك لي هو أغلى ما في حياتي. يا يسوع، حبك لي هو أغلى ما في حياتي. بحبك، بهدي لك كل قلبي. بحبك، بهدي لك كل عمري. بحبك، بحبك، بحبك يا يسوع. بحبك، بهدي لك كل قلبي. بحبك، بهدي لك كل عمري. بحبك، بحبك، بحبك هو أنت. كل شهوة قلبي هي أنت. كل نبض قلبي بيك أنت. كل لحظة في عمري ليك أنت. كل اللي أنا محتاجه هو أنت. كل شهوة قلبي هي أنت. كل نبضة في قلبي بيك أنت. كل لحظة
ملك عظيم ملك عظيم لبس الجلال. هللويا مجدا للإله بكل شيء يهب الحياة. هللويا مجدا للإله بكل شيء يهب الحياة. الرب عالم الرب عالم الرب عالم فوق الجبال. ملك عظيم ملك عظيم لابس الجلال. من مثلك يا ربنا المجيد ما حقك دوما يعلو يزيد. من مثلك يا ربنا المجيد ما حقك دوما يعلو يزيد. الرب عالم الرب عالم الرب عالم فوق الجبال. ملك عظيم ملك عظيم ملك عظيم لابس الجلال. علي ربنا المسيح نجد نغني نرفع التسبيح. علي ربنا المسيح نجد نغني نرفع التسبيح. الرب عالم الرب عالم الرب عالم فوق الجبال. ملك عظيم ملك عظيم ملك عظيم